الأسبوع الفات فتشينا الأسبوع الفات المالتيبل سكليروسيس، وقلنا المالتيبل سكليروسيس هو أوتو أميون ديزيز دي مايلينيتنج ديزيز افكتنج ذا وايت ماتر اوف ذا هول سنترال نيرفس سيستم وذر ذا سباين اور ذا برين. حكينا على الكلينيكال فيتشر والديموغرافيك ديستريبيوشن، اكثر شيء وين نشوفه بيا ايج ات ويتش سكس، اكثر المناطق اللي منتشر بيها، شنو اللي ياثر عليه. حكينا على السيمتومز مالته وقلنا بي كمان بريزنتنج سيمتومز، اكثر شيء نشوفها اكثر من غير السيمتومز مثل اوبتيك نيورايتس انت نيوكليير اوفثالمابليجيا الى اخره. ما لحقنا نكمل المحاضرة بالأسبوع الفات، راح أكمل لكم اليوم المحاضرة. First of all، تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا ماكو specific feature هي خاصة بالmultiple sclerosis. اليوم راح نحكي شلون نسوي diagnosis وشلون نعرف هذا المريض عنده multiple sclerosis أو لا. قبل هذه المultiple sclerosis runs different course B. عادة هو يقسمون 4 courses، هو relapsing remitting multiple sclerosis، وهذا يكون لنا majority of cases. يعني relapsing remitting مريض يجيني بأكيوت attack of MS عنده في demyelinating event يصير بي total improvement after a period of time راح يدخل بأذر new attack. يعني مثلا المريض اليوم صار عنده اوبتيك نيورايتس بين ما يشوف بعينه، اخذ فتره من الزمن تحسنت الاوبتيك نيورايتس، رجع المريض نورمال الوضع الطبيعي للبيز لاين، ورا سنه ورا شهر ورا ست اشهر وات ايفر ذا بيريود راح يجيني بنيو اتاك، يعني يكون اجاني باكيوت هيميبليشيا، كان يكون جاني ساين سيمتومز اوف بين ستيم انفولفمنت، فهذا يسموه ريلابسنج ريميتنج. يجي بنيو سيمتومز اللي هي اتاك يصير بها امبروفمنت، ورا فتره من الزمن يجيني باتاك ثانيه، هذا هو اللي يسمونه ريلابسنج ريميتنج، وهذا اللي يشكل لنا تقريبا 80% من الكيسز اوف مالتيبل سكليروسيس. الكورس الثاني هو السكندري بروجريسيف ام اس، secondary progressive multiple sclerosis. هذا secondary progressive اللي تشوفونه هنا بالمخطط هذه يبدي كبداية relapsing remitting course، أول سنوات المريض يصير عنده relapsing remitting، تجي attack يتحسن المريض يرجع للنورمال، تجي attack يرجع المريض للنورمال، تجي attack يرجع للنورمال لحد ما يوصل مرحلة يصير بي secondary progression. يعني شنو secondary progression؟ صارت هنا اتاك عند المريض ماشي، ورا فتره يتحسن بس ما يرجع للنورمال للبيز لاين، تبقى عند ريزيدوال ديسابيلتي، ورا فتره تجي اتاك وهمينه يتحسن بس التحسن مالته يكون جزئي ما يرجع للنورمال. على سبيل المثال جانب اكيوت سايدد هيمبليجيا ويكنس اوف ذا رايت سايد اوف اور ليفت سايد اوف ذا بودي، هذه يصير بي امبروفمنت الويكنس ويتحسن، يصير بي امبروفمنت ويتحسن بس ما يرجع فول باور جريد 5 للنورمال، وانما يبقى مايلد ويكنس عنده او ريزيدوال ديسابيلتي، هذا اللي يسموه سكندري بروجريسيف ام اس، يختلف عن البرايمري الريلابسنج ريميتنج، هناك يرجع للبيز لاين يرجع للنورمال، إلا ما يرجع للنورمال يبقى عنده disability يتحسن والتحسن جزئي مالته يكون، هذا يسموه secondary progressive، وراها تجي اتاك وهمين يتحسن يتحسن تحسن جزئي وهكذا. الثالث اللي يسموه primary progressive multiple sclerosis، هذا يشكل 10 إلى 20% وهذا من البداية، يجي المريض عنده symptoms of multiple sclerosis ويبقى بالديسابيلتي ولا يصير اي امبروفمنت بي، لا بارشال ولا كومبليت ريكفري، لا بارشال ولا كومبليت ريكفري، يسمونه برايمري بروجريسيف ام اس. واكو النوع الرابع اللي هو يسموه فالمننت مالتيبل سكليروسيس، هذا من البدايه يجينا اكيوت سيفير ما
multiple sclerosis deteriorating تقريبا هذول ينتهون usually death. Diagnosis. The investigation of multiple sclerosis. Multiple sclerosis might be single specific investigation. خاصة بي. عادة هو disease collection of signs and symptoms, collection of criteria هسه راح احكي لكم اياها. جمعوها كلها سوا وقالوا يابا اذا توفرت هذه الكرايتيريا بهذا المريض هذا راح نسميه multiple sclerosis. الانفستيجيشن اللي ندسها للمريض اللي عنده multiple sclerosis يقسموها. First investigation that are demonstrating the site of the involvement. يعني بدي اشوف وين الليجن. شنو هي الانفستيجيشن اللي ادسها حتى اعرف وين الليجن؟ هي الايمجينج ستدي الام ار اي هو الدايجنوستيك ايمج اور تيست. الفيجوال ايفوكت بوتنشال واكو اذر ايفوكت بوتنشال كمان اللي احنا نستخدمه هو الفيجوال ايفوكت بوتنشال. الايمجينج ستدي هو الام ار اي ندس ام ار اي البرين واند ام ار اي اوف ذا سباينال كورد نسوي فيجواليزيشن اوف ذا هول نيورو اكسس البرين والسباينال كورد. والام ار اي تعرفونه ماكو داعي احكي لكم شنو يعني الام ار اي. الفيجوال ايفوكت بوتنشال هذا احكي لكم اياه شويه شنو شو يقصدون به. هذا شيء يسوون يعطون ستيمولس للمريض كان يكون فيجوال ستيمولس ويشوفون ايش قد ياخذ تايم هذا الستيمولس اللي خليناه على الاي راح للكورتكس الاوكسيبيتال كورتكس ورجع مره ثانيه انطاني الريسبونس. هذه المسافه اللي اخذها من ما خلينا الستيمولس على الاي وراح للكورتكس وراها اجى وسوى ريكوردينج هذه ياخذ تايم. هذه شوفوها ايش قد اخذ فتره بحيث استلم الامبلس ورجع انطاني الايعاز مره ثانيه. هذه سمبل واي مالت الايفوكت بوتنشال ويشوفون. طبعا هم عندهم بنورمال فاليو يسموها البي فاليو البي 100 يسموها. اذا ازداد اكثر من بي 100 بي 100 بي 100 اذا ازدادت اكثر هذه ديلي يصير واذا يعني بهالصوره هاي. بس المهم تعرفون الفيجوال ايفوكت بوتنشال شنو اكثر شيء يفيدنا بالاوبتيك نيورايتس. طبعا اكو سوماتو سنسري ايفوكت بوتنشال هذا يشوفونه بال involvement of the other tract واكثر شيء بالبيرفرال نيرف. واكو برين ستيم اوديتوري ايفوكت بوتنشال هذا بالبرين ستيم انفولفمنت. هذه الفيرست ديمونستريشن اوف ذا سايت اوف ذا ليجن عن طريق الام ار اي والايفوكت بوتنشال. ايفوكت بوتنشال ديمونستريشن اوف ذا انفلاماتوري نيتشر اوف ذا ليجن. لازم نعرف هذا الليجن هل هو ديمالينيتنج انفلاميشن او لا. هاي عن طريق السي اس اف اكزامينيشن نشوف السيل كاونت ونشوف البروتين. اضافه الى ذلك يشوفون السيل كاونت والبروتين الكتروفوريسيس هو يشوفون به الاوليجوكلونال باند اللي هي سبيسيفيك فور مالتيبل سكلروسيس. الاذر تيست هو تو اكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوسيس. مثلا يسوون تشيست اكس راي وتعرفون تشيس اكس راي ليش؟ واحده من الدفرنشال دايجنوسيس مال مالتيبل سكلروسيس هو امايلويدوسيس. سيرم انجيوتنسين كونفرتنج انزيم وهذا نشوفه بالساركويدوسيس لان هم يعطيك مالتيبل ليجن بالبرين والسباينال كورد ويشبه المالتيبل سكلروسيس. ف انجيوتنسين كونفرتنج انزيم بالسيرم فور ساركويدوسيس. بي 12 سيرم بي 12 B12 ممكن ان يضرب لك البوستيريور كولوم اوف ذا سباينال كورد ممكن ان يضرب لك الوايت ماتر يعطيك ساين سيمتومز سيميلر تو مالتيبل سكليروسيس. اس ال اي ويندز الماركر مالت الاس ال اي اللي انتي نيوكليير انتي بودي والانتي دبل ستراند الى اخره. الانتي فوسفوليبيد سندروم همينه كان ميمك مالتيبل سكليروسيس. الفكره بالانفستيجيشن ندز ايمجينج حتى نعرف الليجن وايفوكت بوتنشال هاي على مدى حدد السايت مالت الليجن مالت المالتيبل سكليروسيس. ونعرف هذا طبيعه هذا هل هو ديمالينيتنج ولا انفلاماتوري هاي عن طريق السي اس اف. النقطه الثالثه اكسكلوجن اوف ذا اذر بوسيبل ديفرنشال دايجنوسيس وهاي الامثله مالتهم هو البي 12 الاس ال اي والانتي فوسفوليبيد سندروم. مالتيبل سكلروسيس بالمحاضرة السابقة حكيت لكم كلينيكال فيتشر هواية وبعد بها كلش أكثر من هاي أضعاف. بس احنا ما كلهن ذن اللي حكيناهن ما بهن وحدة سبيسيفيك فور مالتيبل سكلروسيس. يعني أقدر أقول مثلا والله هذه أوبتيك نيورايتس إي والله تصير بس بالمالتيبل سكلروسيس لا تصير بأذر
different diseases. Multiple sclerosis يضرب كل المكان، كل مكان بال nervous system، يعني أقصد ال central nervous system، brain وال spinal cord. بالتالي ماكو specific feature for multiple sclerosis. هنا ايش سووا؟ جابوا كرايتيريا، واحد اسمه ماكدونالد جاب كرايتيريا، قال يابا احنا هذه المرضى، معظم المرضى اللي شفناهم عندهم هاي الفيتشرز، اذا هاي نخليها كرايتيريا فور دايجنوستيك اوف مالتيبل سكليروسيس. بعدين سووا لها ريفيجن مره ثانيه وسموها ريفايزد ماكدونالد كرايتيريا. قالوا المريض اللي عنده تو كلينيكال اتاك and two objective evidence of two lesion، هذا يعتبروه multiple sclerosis. يعني المريض اللي عنده أربع شغلات يعتبرونه multiple sclerosis. شنو هاي الأربع شغلات؟ اثنين clinical attack، يعني أنا أشوف فين بعيني هن موجودات عند المريض. والobjective evidence of two lesion، objective يعني تعرف إنه الآن أدورهن وألقاهن، المريض ما يقول لي إياهن. نحكي تو كلينيكال اتاك، مثلا المريض اليوم اجاني عنده ساينوس سيمتومز اوف اوبتوكنيورايتس. دكتور عندي وجع داير ما داير عيني، عيني ما قامت ما اشوف بيها ظلمت، من احرك يمنى يسرى يصير عندي الم وبري اوربيتال هدك. انا صار عندي امبريشن انه هذا المريض اوبتوكنيورايتس. هاي وحده، هاي تعتبر كلينيكال اتاك. اجيت اخذت هيستوري من المريض، انت عندك امراض سابقه صار عندك شيء ثاني؟ اي والله دكتور انا العام صار عندي شلل نصفي ايدي ورجلي، وبقيت دكتور تقريبا اسبوع اسبوعين وراها تحسنت، طوني علاج وتحسنت. هذه الهيميبليجيا اللي صارت عنده قبل همين كلينيكال اتاك، مو صح؟ صار انا شقد تو كلينيكال اتاك عندي، واحده من عندها هسه الفيتشر مال اوبتيك نيورايتس، وحدة صايرة قبل عند المريض قال لي عندي هيمبليجيا. إذا صار عندي تو كلينيكال أتاك، أحتاج شنو هو شغلتين اللي هي تو أوبجكتيف إيفيدنس أوف ليجن أو أكثر، نحتاجهم بالوين حتى نقول هذا صار أربعة وهذا دا يكمل الكرايتيريا مال مالتيبل سكليروسيس. هذه تو أوبجكتيف ليجن شلون نختارهم وشلون نشوفهم؟ أما عن طريق الإم آر آي، أما عن طريق السي إس إف، اما عن طريق الايفوكت بوتنشال اللي هي الفيجوال والاوسوماتو سنسري والبرين ستيم اوديتوري ايفوكت بوتنشال. يعني ذني انا ادورهن بالانفستيجيشن، هو ما حاس بهن المريض وما عنده وما يدري بهن، بس انا اسوي له انفستيجيشن القى ذني الليجن. هسه نرجع لمريضنا، انا لقيت عنده تو كلينيكال ليجن، وحده اوبتيك نيورايتس وحده هيمبليشي، هاي كلينيكال انا شفتهن وموجودات عند المريض. ذن الثنين اللي انا ادورهن والمريض ما حاس بهن اسوي له انفستيجيشن، اسوي مثلا ام ار اي، لازم القى ليجن وين؟ ات ا سايت نوت كورسبوندينج تو ذيس تو كلينيكال اتاك اللي شفتهن. يعني ما القى دي مالينيتنج بليك بالاوبتيك نيرف، مثلا هو صار جاني رايت اوبتيك نيورايتس، انا اتباوع على الليفت اوبتيك نيرف واشوف بي ليجن او لا، مو هذا اللي اجاني بيه هسه الرايت اوبتيك نيورايتس. ولازم ادور مثلا بالسربلم، القى لازم عنده ليجن بالسربلم بالرغم انه المريض ما عنده ساينوس سيمتومز اوف سربلم انفولفمنت، او بالبرين ستيم بالرغم انه المريض ما اعطاني هيستوري ولا اجاني قال لي يابا انا عندي ساينوس سيمتومز مال البرين ستيم انفولفمنت، يعني ما قال لي اتاكسيا ولا قال لي دبلوبيا ولا قال لي ويك الى اخره من الساينوس سيمتومز مالت البرين ستيم. فانا القى عنده اوبتيك نيورايتس شفتها، لقيت عنده هيمبليجيا وهذه هيستوري لقيتها، سويت انفستيجيشن ام ار اي لقيت عنده ليجن بليك دي مالينيتنج بليك. وين لقيتها؟ بالسربلم، هاي تعتبر اوبجكتيف ايفيدنس برغم انه المريض ما اعطاني هيستوري. سويت الايفوكت بوتنشال لقيت عنده الاوبتيك ديسك الاوبتيك نيرف الثاني هم بي دي مالينيشن، اذا صار اربعه هيك جمعوهم الكرايتيريا. واضحه بابا؟ شباب واضحه؟ اللي مو واضحه يقول لي بعدين. الفكره انه نلقى فور ليجنز، اثنين اني اشوفهن يقول لي اياهن المريض موجودات عنده،
واثنين صايرات عنده والمريض ما يدري بهن، انا ادور عليهن بالانفستيجيشن والقاهن. بس ذني الثنين اللي ادور عليهن انا بالانفستيجيشن سواء الام ار اي لازم ما يطابقن الليجن اللي لقيته انا كلينيكالي، يعني انا لقيت عنده على ارجع لكم مره ثانيه، لقيت عنده رايت اوبتيك نيورايتس. الليجن اللي ادوره انا بعد ما ادور رايت اوبتيك نيورايتس ديمالينيشن، ادور بالام ار اي بالرايت اوبتيك نيرف، وانما ادور مثلا بالليفت اوبتيك نيرف، او ادور بالبرين ستيم، او ادور بالسربلم اللي ما يعاني من عندها. هالفكره هاي، هالصوره هاي. قسم من المرضى قالوا يا بزين هذول اللي اجوني اربع شغلات واضحه عندهم لقيتهم. زين اكو مرضى عندهم تو كلينيكال اتاك وان اوبجكتيف ايفيدنس اوف ليجن، وانا سويت الانفستيجيشن لقيت عندهم بس وان ليجن مو تو ليجن، صاروا ثلاثه، هذول شو اسوي لهم؟ يقولون لازم نحتاج ديسيمينيشن ان سبيس، دي اي سي هي ديسيمينيشن بالسبيس. An additional attack implicated in different CNS sites by MRI. هاي شلون؟ لازم انتظر المريض at least one month apart، ينتظرون تقريبا شهر واحد ويعيدون للرنين مره ثانيه، ولازم يلقون ليجن جديد صاير بهاي الفتره حتى يكمل الاربعه. مرات قسم المرضى بالعكس يجيني كلينيكال اتاك وحده واني من ادور بالانفستيجيشن القى عنده تو كلينيكال ليجن. هذا ايش نحتاج؟ نحتاج دي اي تي يسموه ديسيمينيشن ان تايم. وهمين اديشنال كلينيكال اتاك، انتظر المريض فتره من الزمن على مود يصير عنده نيو اتاك واشوفها انا يحكي لي اياها بالهيستوري او يقول لي اياها ترى صارت فلان اتاك عندي على مود يصير اربعه. الاخير ما لكم علاقه بهذا، شويه صعب اذا واحد ون كلينيكال اتاك ون كلينيكال ليجن، هذه شويه صعب عفوا. الفكره حتى هذا صراحة يعني تقرونه إيه، بس مش شرط تحفظوه بهاي المرحلة، ما عندي مشكلة إذا ما حفظتوه، بس الفكرة لازم تعرفون شلون نسوي دايجنوستس للأم إس. الفكرة مبسطة بصورة عامة، أحتاج تو كلين أربع شغلات، تو كلينيكال أتاك تو ليجن. تو كلينيكال أتاك يعني هو يجيني المريض هيستوري يقول لي عندي برين ستيم ليجن أو أتاكسية بالسربلم، يعني ديبلوبيا هاي تعتبر اتاك، يجيني يقول لي ما اشوف بعيني هاي تعتبر اتاك، يقول لي عندي ويكنس تعتبر اتاك، يجيني فيرتايك تعتبر اتاك، هاي كلهن اتاكات تعتبر كلينيكال. اثنين من عندهم يكتب وراها تو ليجن، اسوي له ام ار اي والقى ليجن انا بالانفستيجيشن مالتي او بالسي اس اف او بالفوك بوتنشال، لقيت اثنين صار اربعه، هذا يعتبر ملتيبل سكلروسس. ارجو ان تكون واضحه، ما اعرف بعد. الامراي فايندينج، الامراي فايندينج هي عاده نلقى باتشي اريا اوف وايت ماتر، وعاده تكون بارا فنتركولر. السباينال كورد ممكن ان نلقى بي ليجن او ديمالينيتنج سوين، واكثر شيء وين نشوف بالسباينال كورد؟ بالسيرفايكل والثوراسيك. ان لايكلي المالتيبل سكلروسيس، ان لايكلي من النادر ان نشوفه وين؟ باللمبر والساكرال، عاده السيرفايكل والثوراسيك. يوجوالي الليجن يكون انهانسد وذ جادولينيوم ماتيريال، من نقطة الصبغة الليجن انهانسد يسوي لنا رينك انهانسد ليجن. هذه صورة مالت الام ار اي اوف بيشنت من مالتيبل سكلروسيس، هذه هي الديمالينيتنج يسموها بليك، هذه هنا الاوبتيك نيرف، وهذا همين الديمالينيشن اللي نشوفه هايبر انتنس اون تي two hyper intense demyelinating bleb يسمونه. هذه other area or other image of patient with multiple sclerosis، هذه هنا cerebellar bleb، هنا كلش واضحه demyelinating bleb، هذا مجرد ما نعطي كونتراست راح نشوف الرينك انهانسمنت مثل الحلقه. هذه other image ال patient with multiple sclerosis، هنا هذه تقريبا صايره بالدور بدايه الدورسال ثوراسيك، هذه demyelinating بليك. سي اس اف عاده نلقيتهم اوليجوكلونال باند 85% في الكيسز، ونكريز immunoglobulin concentration. عاده هم يسوون هناك شيء يسمون اي جي جي اندكس، ياخذون السي اس اف على السيرم
عادة ياخذون يعني ال concentration مال الاي جي جي بالسي اس اف، ويخلون على الكونستريشن مالته بالسيرام يسموها اي جي جي اندكس يوجوالي اليفيتد. بالعاده احنا نلقى اوليجو كلونال باد والانكريز بروتين هاي بروتين كونستريشن. شنو الاكزاسربيشن اللي يصير بالام اس؟ الاكزاسربيشن هي نيورولوجيكال اتاك اور اجريفيشن اوف سيمبتومز. هذه معناها المريض يجيني بنيو سانوس سيمبتومز، نيورولوجيكال سانوس سيمبتومز سجستيف اوف مالتيبل سكلروسس. واعتقد حكيت لكم اياها بالمحاضره السابقه، قلت لكم شنو الكومن ساين او الكومن سيمبتومز اللي تصير عندنا بالمالتيبل سكلروسس. نيورولوجيكال اتاك يعني هي نيو اتاك، نيو سيمبتومز، انديكيشن اوف نيو اميون اتاك اون مايلين شيث، وتعتمد ات ويتش اريا صار بهذا النيو اميون اتاك صار بالبرين ستيم. يجي المريض صار سيمبتومز مال البرين ستيم، يجاني بالسربلم يجيني سايم سيمبتومز مع السربلم الى اخره. فهذه ينصب بها الاكزاسربيشن او النيو اتاك اوف مالتيبل سكلروسس. بها مميزات عاده شود لاست ات ليست 24 اور. النيو اتاك مال مالتيبل سكلروسس مثلا اذا اجاني ساعه ساعتين والمريض توتال امبروفمنت، هاي ما يصير نقول عليه هذا اتاك مال مالتيبل سكلروسس، لازم على الاقل يوم وافوق. جاني مريض عنده ويكنس، وهذا الويكنس قال دكتور انا صار عندي قعدت 8 الصبح عندي ويكنس، دكتور بس الحمد لله لا والله ترى هو الظهر بس بالساعه بالوحده بالثنتين راح وانتهى ورجعت طبيعي، هذا ما يعتبره اقول هذا مو اتاك، لانه بها شروط ات ليست 24 اور تستمر او اكثر. يوجوالي الانتريتد اتاك كان لاست اب تو ويكس اور مانث. اذا ما انطينا تريتمنت ممكن ان تستمر اسابيع او اشهر. وعاده الاتاك يا اما يصير بها كومبليت ريكفري او يبقى بها ريزيجوال ديسابيلتي وبها بريسبيتيتنج فاكتور. بريسبيتيتنج فاكتور ذات ار انكريز ساين سيمبتومز اوف اتاك، يعني مثلا واحد عند ام اس اتاك وصار عنده ليفت سايدد هيمبليجيا او رايت سايدد هيمبليجيا، هيمبليجيا ان جنرال صار عند المريض with any fever راح يصير weakness more increase in the weakness، وهذا الموست كومن. واذا تتذكرونها بالمحاضره اللي فاتت اذا قارينها قلت لكم بالهوت باث دائما الساين والسيمبتومز مال مالتيبل سكلروسس، من يقول لك المريض انا من ادخل الحمام يزداد عندي الثقل تبقى عيوني تغوش، هاي معناها increase in the sign او symptoms of multiple sclerosis. فالموست كومن precipitating فاكتور فور exacerbation of multiple sclerosis is fever. الهيت سنسيتيفيتي عاده ما يتحملون الحراره. الايموشنال ستريس with any emotional stress or psychological trauma راح تزداد عندهم الساين والسيمبتومز اوف مالتيبل سكلروسز. الفيزيكال اكزيرشن اند فاتيج فور اني كوز، لان كلهن كان بريسبيتيت اتاك اوف مالتيبل سكلروسز. التريتمنت التريتمنت اوف مالتيبل سكلروسز انا احتاج شغلتين، احتاج تريتمنت مالت الاكيوت اتاك هسه اتاك جاني المريض اريد اسوي لها تريتمنت، واريد اقلل النمبر اوف ريلابسز، ما اريد اخلي المريض كل ساعه يجيني باتاك اتاك اتاك، واريد اقلل الديسابيلتي. بالاخير دول اللي عندهم يصير ديسابيلتي يصير عندهم ساين وسيمبتومز خطيه، يصير عندهم سباستيسيتي، يصير عندهم ريجيديتي، يصير عندهم ويكنس، يصير عندهم ديبرشن، a lot of signs symptoms يصير عندهم. هذه أنا أحتاج همين أقلل signs symptoms مالتها. In general, the goal of treatment هي the treatment of the attack وأقلل the number of the attack، فما أخلي المريض خطي أنا بالسنة تجي ست سبع أتاكات، لازم أقللها أو أمنعها at least. وراها أسوي relief للsymptoms of the patient. الكرنت ثيرابي اللي موجوده للاكيوت اتاك هي الكورتيكوستيرويد، الوحيد اللي موجود تقريبا بالتريتمنت مالت الاكيوت اتاك هي الستيرويد اللي هي سوليوم درول اسمه التجاري، اسمه العلمي مثل بريدنيزولون، نعطيه هاي دوز يحسبوا له 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز، يعطونه فور 5 دايز 5 ايام. على مود اقلل النمبر اوف ذا اتاك او الريلابس ريت يسمونه ريلابسنج ريت، يعني ايش قد جاي تجيني
relapses هي الاميونوسبرسنت او الاميون موديليشن. هنا نستخدم الانترفيرون، والانترفيرون بانواع جاما انترفيرون والبيتا انترفيرون، اسامي تجاريه اذا سامعين بهن الريبلف والبيتا فيرون، وهذا وايد سبريد ان ريدوسينج ريلابس ريت. لاترامر اسيتيت هم اميون موديليشن ثيرابي ونفس الافكاسي للانترفيرون، وهم يقلل نمبر اوف ريلابس اور ريلابس ريت. فينجوليمويد هذا اورال اميون موديليشن، بس هسه صارت في مشاكل هوايه يسوين مثل اميلايتس، فبداوا يقللون استخدامه، بس هو الافكاسي مالته اكثر من سوبيريور للافكاسي للانترفيرون. أرجو المعذرة، هذول عمان هنا. أوكي نرجع المونوكلونال أنتي بادي الأنتي سي دي 20 اللي هو الناتيلازيماب، هذا التاي سابري هسه يستخدمونه كلش هواي وكلش إفكتيف إن ريديوسينج النمبر أوف ذا أتاك. تيريفلو نامايد أوسو إفكتيف. سيبتوماتيك ثيرابي، ها سيبتوماتيك ثيرابي أكوردنج عادة تكون تل البيشنت ما عنده سباستيسيتي، يسوي له فيزيوثيرابي يعطونه باكلوفين أو شورت أكتنج بنزودايازيبين. فاتيك دراج اوف تشويس بالفاتيك هو الامانتادين اللي هو انتي فايرال. ديبرشن يعطوهم ترايسايكليك انتي ديبرسنت او سيلكتيف سيروتونين ريوتيك انهبيتر. الانكزايتي يعطوهم البرازولامايد. الاتاكسيا كلش كومن ويعطوهم اي ان اتش او كلونازيبام اسمه التجاري ريفو 3. ديس اسيزيا اللي هي بينفل سنسيشن تعطيهم باي انتي ابليبتيك اللي هو الكاربامازيبين او الجابابنتين. خلاص المالتيبل سكلروسس اكو ديزيز انتيتي يشبه المالتيبل سكلروسس بس هو يكون فرمننت كورس يسموه اكيوت ديسيمينيتد انكفالومايلايتس، عاده يدخل ضمن الديفرنشال دايجنوستس يوجوالي اوف انكفالايتس يسموه ادم اكيوت ديسيمينيتد انكفالومايلايتس. هو اكيوت ديزيز يوجوالي مونوفيزيك يعني مو ريلابسنج ريميتنج، ما يتحسن ويرجع المريض يتحسن يجي بلاتو. مونوفازيك ديمالينيتنج كونديشن ان ويتش ذير از اريا اوف ديمالينيشن وايت ديسيمينيتد ثرو ذا برين اند سباينال كورد، يوجوالي ديزيز اكر سبونتينيوسلي سم بعض الاحيان يصير افتر فايرال انفكشن وايفن فاكسين. كومن فاكسين هو افتر تشيكن بوكس اور ميزلز مرات بعض الاحيان. الكلينيكال فيتشر يوجوالي هيدك يجون فوميتنج فيفر، لذلك قلت لكم يدخل ضمن ديفرنشال دايجنوسيس اوف اكيوت انكفلايتس، يجون بيشنت كونفيوجن ايفن منجير روتيشن سان ممكن ان نلقى عندهم يصير عندهم فيت ريكرنت ات ايفنتشوالي يصيرون كوما. انفستيجيشن ام ار اي هو الانفستيجيشن اوف تشويس، نلقى عندهم وايد spread demyelination through the whole neuroaxis the spinal cord. The management of this disease usually fatal outcome in acute stage but otherwise self-limited بعض الأحيان إذا كان mild usually هو fatal and treated. إذا كان mild course ممكن أن يكون self-limited. In general treatment maximum high dose of pulse therapy and intravenous مثل prednisolone بالريلابسز او ان ريسبونسيف بيشنت يعطون ما ذكرتها بالمحاضره بس راح احكي لكم اياها هنا. مرات يعطون مسوي لهم بلازما اكستشينج او مرات حتى اميونوجلوبيلي يعطوهم لول المرضى. خلص المالتيبل سكلروسس بعد ما اعتقد اللي حبنا في محاضره جديده. عندكم سؤال بابا؟